تاني لحضراتكم مره تانية. كابتن ابو دهب عايز اسالك تقريبا برضو نفس السؤال اللي سالته الكابتن رضا، نشوف مين يتم تغييره في القائمه الخاصه بمنتخب مصر بعد وجود كابتن حسام حسن، القائمه الاخيره اللي هي كانت في لا انت لو اتكلمت يا فاروق، لا في بعض اللاعبين ما تبقاش موجوده زي يعني انت النهارده، لا كتير يعني كابتن رضا قال الاسماء. لا انا لو انا اكلمك هتبقى فيه بتاع 8 لعيبه يبقوا موجودين. قول لي الثمانيه. الثمان موجودين محمد عبد المنعم اللي موجودين. اه طبعا محمد عبد المنعم. طب ما اسهل لي تقول لي يخرج. ما انا لو قلت لك اللي يخرج هيبقى 20 لعيب. ما انا اقول لك ده بالعكس، ده انا اقول لك اللي هيقعدوا. احنا كنا 27 تقريبا. انت 27 لعيب يعني انت الثمانيه اللي هيقعدوا عندك. قول الثمانيه. يعني عندك الشناوي، عندك محمد عبد المنعم، عندك زيزو، مروان عطيه، عندك فتوح. بس انا بكلمك عندك فتوح، عندك تريزيجيه، مرموش، صلاح. مصطفى محمد، صلاح، وتضيف عليهم بعض الاضافات بقى لفاروق الهلال وامام. لكن انت بتتكلم الحاجه الثانيه اللي انت مطلوب من حسام حسن ايه؟ زي ما كان بيحصل زي ما كابتن رضا قال ان انت ما تاخدش لعيبه كماله عدد، لعيبه مش مصدقه ان هي بتلعب في منتخب مصر ومش هتبقى موجوده ان هي تلعب وتشارك اساسيين، هتختار اللعيبه اللي عندها ضغوط بتستحمل الضغوط وتقدر تلعب وتقدر تكسبك يا فاروق زي ما شفنا الفتره اللي فاتت. لكن انت مش هتاخد لعيبه مجامله، مش هتاخد لعيبه اتفرضت عليك او ان انت كان حد بيقول لك تلعب او ما تلعبش الفتره اللي جايه. لكن انا بقول لك انا مطلوب من حسام حسن دلوقتي ان انت يبقى فيه منافسه بين اللعيبه المحليه واللعيبه المحترفين. صحيح. لازم يكون عندك 3 4 لعيبه في كل مركز، مش عيب ان انا واخد 2 وفي 2 بره. ما جيش ان اللعيب يتصاب اثناء البطوله يا كابتن رضا وابتدي افكر ان انا اجيبه من بيتهم ان هو يشارك، زي ما حصل مع كروش وزي ما حصل مع فيتوريا ان اللعيب اتصاب. انت لازم يكون عنده بلان. وانا قلت لك يا فاروق الحلقه اللي فاتت قلت لك ان كابتن حسام من المدربين اللي بتحب تتفرج حتى على الدوري الممتاز به، ولازم يكون عندك حاجه ثانيه، لازم يكون عندك حارس منافس للشناوي، وده لمصلحه منتخب مصر. لا واحد واثنين وثلاثه في المركز. ما كنتش عندك محمد صبحي اللي انت اخدته غصب عن نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك ان انت حطه رقم واحد، ولما جيت تلاعب ما لعبتوش، يبقى القرار مش من دماغك ان انت تلعب فتوح او ما تلعبوش. لكن انا بكلمك ان انت لازم تشارك في كل لعيب في كل مركز، لازم يكون عندك 2 و3 في الحته ديت، ومش عيب ان انت تختار قايمه وتبقى في دماغك وهم اللي هتاخد اللعيبه للقايمه للماتشات اللي جايه للفتره اللي جايه. ممكن يكون عندك 60 70 لعيب ان هم دول حاطين في الذاكره بتاعتك او في الاجنده. 70 لا يبقى حاططهم في الاجنده بتاعته. حاططهم ان هو ان حاططهم ان دول لما الراجل حط 50 قلنا اللي انت ماشي حاطط يا فاروق. هو الراجل كان الراجل ما يعرفش حاجه، الراجل اصلا ولا حط الراجل كان بيعتمد على المحترفين يا عم والله ولا حط محترفين. لكن ده كان جايب لنا سام مرسي اللي مبطل من كاس العالم ما جاش. لكن لو انت كلام. وانا بقول لك كانت نصيحه على كابتن الراجل كان بياكل عيش وخلاص. لو انت خدت اللعيبه دي تاني انت مش هتنجح مع منتخب مصر. طيب لا في حاجه بس قبل كل ده انا عايز اروح بس لا قبل كل ده بس تعليقا على البتاع ده، لازم النني وحجازي يتكرموا لان الناس دي ودتنا كاس عالم. الناس دي يبقى موجودين قصدك؟ لا يتكر هم شكرا ويتكرموا تكريم يليق بيهم ان هم دولت خدموا منتخب مصر ودونا كاس عالم مرتين بيلعبوا يعني على النهائي. كابتن حسام ما ياخدش واحد محترف بيلعب في الارسنال لعب على فكره لعب النهارده حبيبي خلاص اسمع ابني بقى كابتن ابني كابتن نادي انا بقول لك انا بقول لك خلاص انسى بقى انسى. انا بقول لك كرمهم كرمهم دولت يتكرموا وشكرا اقفل.